يا كابتن حسام، كأهلاوي بقى مش عايز اقول كمدير فني، انت عاشرت كل الاجيال اللي موجوده دلوقتي دي، كل الاسماء الكبيره اللي موجوده دلوقتي، عماد متعب وحسام غالي وشريف اكرامي واحمد فتحي وعصام عاشور، يعني الناس دي وعبد الله السعيد اللي انا يعني بموت فيه، الناس دي يا كابتن يعني ما يستاهلوش اللي بيحصل دلوقتي. طبعا خلينا بقى احنا نتكلم بشيء يعني مختلف يا مهيب. يعني انت بص، انت متاثر ازاي وفي نفس الوقت متحفظ؟ يعني انت بتقول ما يستاهلوش ومتحفظ، عاوز تبقى متحفظ في كلامك. خلينا نقول، بص اقول لك حاجه، اللي بيحصل ده شيء طبيعي في كره القدم، ما فيش ثوابت في كره القدم وفيها متغيرات، بل هي دي المتعه. يعني المتعه، خلي بالك، في فتره كبيره جدا لقاءات الاهلي والزمالك كل الناس كانت بتتوقع ان الاهلي يكسب والاهلي على طول اللي بيفوز، والاهلي حصل طبعا في مباراه الكاس الاخيره سوء حظ للنادي الاهلي وحصل تفوق لنادي الزمالك ان هو يفوز بنتيجه كويسه ويحرز بطوله الكاس. كانت صعبه على جماهير النادي الاهلي ولازم تبقى صعبه على جماهير النادي الاهلي، وكانت فرحه كبيره جدا لجماهير نادي الزمالك. انا شايفها ان هي متغير حصل بالرغم ان هو صعب على جماهير النادي الاهلي وفرحه كبيره لجماهير نادي الزمالك، لكن هي دي متعه كره القدم. فيجب يكون رد فعلنا في توازن. يعني انا بقول ان لازم جمهور النادي الاهلي يزعل، ودي برضو يعني هي دي السسبنش اللي فيه، يعني فاهم، هي دي اللي بتعمل اثاره وبتعمل تغير. حتى عكس انت في فترات لما بتيجي تتكلم، كان في فتره جماهير النادي الاهلي تقول لك هنكسب، وفي نفس الوقت جيت فتره تحس ان جماهير نادي الزمالك خلاص بقت مستاءة وزعلانه ومش عارف، وجت فتره اصبح مكسب الاهلي ملوش طعم. بالظبط وصلنا، انا بقولها لك واخدها درجات، واصبح مكسب النادي الاهلي. فما يحصل كده لازم بيحصل تغيير، ويحصل زعل من جماهير النادي الاهلي ويحصل فرح من جماهير نادي الزمالك، لكن لازم يبقى عندنا توازن، ما يبقاش في تفاعل سلبي او تاثير زي ما انت قلت سلبي مع اللعيبه بتاعتك، او تبقى في وقفه يعني سلبيه او فيها يعني تحول كبير جدا. هي دي اللعيبه اللي كسبت قبل كده واللي انت شجعتها قبل كده واللي انت سندتها قبل كده، وانا عارف ان في جماهير كثيره من جماهير النادي الاهلي بتتصرف بنفس اللي انا بقوله ده، يعني عندها توازن وعندها هدوء. لكن هناك بعض الشباب طبعا اللي زعلانين وكده، خلينا نتقبلهم، خلينا نمتصهم، خلينا نقول لهم اكتر من رساله ونوجه لهم اكتر من رساله، على اساس هم يظلوا تمام لمساندين للنادي الاهلي، مساندين للنجوم اللي عملوا تاريخ كبير للنادي الاهلي، واللي انت قلت اسمائهم دول اللي عملوا بطولات وتاريخ كبير للنادي الاهلي، يبقى هم اكبر مساندين ليهم. الشباب اللي هم زعلانين دلوقتي، لا، هم اللي يحفزوا عماد متعب ويحفزوا حسام غالي ويكلموا مع احمد فتحي ويشجعوا الناس دي تاني، على اساس يبقى حتى في اثاره، وفي نفس الوقت خلينا نقول ان الزمالك يبقى سعيد بالانتصار اللي عمله ده ويتواصل ان هو يبقى في نديه للنادي الاهلي. كلها بتبقى اثاره ومتعه لكره القدم، وفي الاخر طبعا مصر المستفيده.